بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة موعدنا مع برنامج باوربوينت 2010 والمديول السادس من دورة ICDL ضمن حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس. هنتعلم مع بعض النهاردة في المحاضرة الأولى درسين مهمين جدا. الدرس الأول استخدام برنامج الباوربوينت using powerpoint و creating a presentation إنشاء العرض. في استخدام الباوربوينت هنتعلم opening powerpoint فتح برنامج باوربوينت وطريقة الفتح أو طريقة يعني بداية الباوربوينت، opening a presentation فتح العرض إزاي أفتح العرض، navigating between slides ازاي اعمل ابحار ما بين الشرائح، using the zoom tool ازاي استخدم وظيفة الزوم او اداة الزوم، changing powerpoint views تغيير عرض برنامج الباوربوينت او طرق العرض الخاصة ببرنامج الباوربوينت، استخدام خاصية الهلب using help و searching for help البحث عن المساعدة، using the help table of contents استخدام محتويات جدول المساعدة، وحفظ العرض saving a presentation وإغلاق البرزنتيشن وإغلاق برنامج الباوربوينت. وما الفرق بين إغلاق البرزنتيشن والفرق بين إغلاق برنامج الباوربوينت؟ opening multiple presentation إزاي أفتح أكتر من عرض في نفس البرنامج، وإزاي أبدل أو أعمل تبديل ما بين الشرائح أو ما بين العروض المفتوحة، والجزئية الثانية إزاي أنشئ برزنتيشن جديدة، وإزاي أنشئ أو أدخل أو عملية الإدخال لشريحة جديدة، وما هي بعض التقنيات المستحسنة في كتابة أو في إنشاء محتويات الشريحة، وإزاي أستخدم خاصية الأندو والريدو وهتفيدني بإيه، وإزاي أعمل حفظ للبرزنتيشن، وإزاي أحفظ البرزنتيشن باستخدام أسماء مختلفة. وده إن شاء الله الدرس الأول أو المحاضرة الأولى معانا النهاردة في برنامج الباوربوينت. ونبدأ بسم الله، نبدأ بمشيئة الله الجزئية الأولى النقطة الأولى، وهي إزاي نفتح برنامج الباوربوينت بالماوس. نروح عند قائمة أو زر ستارت، نضغط زر ستارت هتظهر لنا الصورة زي ما واضحة على الشاشة. نضغط كلمة All Program بتظهر الشاشة زي ما واضحة قدامنا. ننزل بالسكرول بار للأسفل إلى أن نصل مجموعة مايكروسوفت أوفيس. نضغط عليها هتنسدل مجموعة من البرامج، وهي برامج مايكروسوفت أوفيس أو حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس. يتضمن أو تتضمن هذه الحزمة برنامج الباوربوينت 2010. نضغط عليه كليك شمال بيفتح لنا البرنامج زي ما هو واضح على الشاشة. النقطة الثانية وهي opening presentation. علشان أعمل فتح للبرزنتيشن بفتح البرنامج الأول عن طريق الزر start أو start button all program مايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2010 بيفتح البرنامج بشكل واضح على الشاشة. علشان أفتح presentation عندي طريقة من اثنين. الطريقة الأولى إن أنا أستخدم الفايل tab أو زر الفايل، أضغط على الفايل كليك شمال، بعدين أختار كلمة open أو زر open، وبحدد الملف المراد فتحه أو العرض المراد فتحه عن طريق navigating pane. يعني أحدد مكان الملف يكون فين. أنا ملفي بتاعي موجود في الدوكمنتس موديول 6 simple test close square، وأعمل إما ضغط هنا دبل كليك شمال أو أعلم على الملف وبعدين أدوس كلمة open. هتفتح معايا الشريحة أو العرض البرزنتيشن، هتفتح معايا البرزنتيشن بالشكل الواضح على الشاشة. أو في طريقة أخرى
ان انا استعمل شورت كات علشان افتح البرنامج عن طريق الضغط على مفتاحي كنترول او من لوحة المفاتيح. هيفتح لي نفس الديالوج بوكس واختار الملف واعمل له اوبن. النقطة الثالثة Navigating between slide، ازاي اعمل ابحار او انتقال او ازاي انتقل من شريحة لاخرى في برنامج الباوربوينت. في اكتر من طريقة للانتقال بين الشرائح. الطريقة الاولى باستخدام الماوس، يا اما عن طريق الاشكال المصغرة للشرائح على يسار الشاشة بالضغط هكذا على الشريحة. دي مثلا شريحة 2 ودي شريحة 3 ودي شريحة 4، يبقى عن طريق استخدام الماوس والضغط على الشريحة المراد اختيارها. دي طريقة. الطريقة الثانية عن طريق استخدام السكرول بار، ان انا اضغط نيكست سلايد او بريفيوس سلايد كما هو واضح على الشاشة، او عن طريق استخدام عجلة الماوس اللي هي بتكون الزرار او العجلة الدائرة اللي بتكون ما بين كليك يمين وكليك شمال، عن طريق ان انا الفها للاسفل فبتعمل لي نيكست سلايد، او الفها للاعلى بتعمل لي بريفيوس سلايد، او عن طريق استخدام زر بيج اب او بيج داون. كده انا استعملت زر بيج داون انتقلت للنيكست سلايد. لو انا استخدمت مفتاح البيج اب من لوحه المفاتيح الكيبورد بيج اب بيرجعني ايه للبريفيوس سلايد. كده انا عملت نافيجيتنج بان للسلايدز اللي في برنامج الباوربوينت. النقطة الرابعة Using the Zoom Tool، استخدام أداة التكبير. في عندي طريقتين لاستخدام أداة التكبير، يا إما من أسفل الشاشة كما هو موضح في شريط الستيتس بار عن طريق سحب المؤشر أو الضغط على علامة الموجب أو الزائد يكبر لي الشريحة بتاعتي، أو السالب أن أنا أعمل زوم أوت. وهنا النسبة بتاعتي اللي هي ايه ان انا اضغط عليها بيظهر لي لو انا عايز نسبة محددة بالظبط، يعني مثلا هنا في 400% او 200% او 100% وهكذا. طب انا عايز نسبة غير الموجودة، مثلا انا عايز نسبة 55%، بكتب هنا 55% واضغط اوكي، كده هو جابها لي بنسبة 75%. او ممكن ان انا اسحب الشريط نفسه كده زيادة ونقص. ده من فين؟ ده من الطريقه المختصره او الشريط الاستاتس بار الاسهل ليا ان انا اوصل لاداه التكبير. او ممكن من الزر من التاب من التاب فيو اضغط عليه واروح عند الجروب زوم واضغط على كلمه زوم بيظهر لي نفس البوكس اللي هو اللي انا ضغطت عليه من تحت من على النسبه، بكتب النسبه اللي انا عايزها، مثلا عايز 101%، اضغط عليها اكتبها كده في البرسنت بالنسبة المئوية واضغط اوكي، كده بيعمل لي تكبير للشريحة المرادة. او ممكن اعمل fit to window، يعني يظهر لي الشريحة بتاعتي مناسبة او ملا او ملا او يعني لائقة او مناسبة للويندو او النافذة اللي ظاهرة على الشاشة. كده انا استخدمت خاصية الزوم تول. النقطة الخامسة changing powerpoint view، ازاي اقدر اغير طريقة عرض الباوربوينت. في عندي اكتر من عرض للباوربوينت. اولا عن طريق الشريط الاسفل هو ستاتس بار، في عندي الاقي عندي ايقونة كده اسمها نورمال فيو اللي هي دي، وفي ايقونة تانية اسمها سلايد سورتر، وايقونة تالتة ريدنج فيو، والرابعة سلايد شو. الاولى النورمال، لما اضغط نورمال ايه وظيفه العرض نورمال او يعني الشكل اللي قدامي ده اسمه النورمال او الوضع العادي. الوضع ده بيتيح لي او ميزته يعني انه ايه يظهر لي الشرائح بشكل مصغر على يسار الشاشه، وده ميزه النورمال فيو. طيب في شكل تاني او وضع تاني اسمه سلايد سورتر، لو ضغطت عليه هلاقي الشكل اتغير او طريقه العرض تغيرت الى المنظر الواضح على الشاشه. المنظر ده او الوضع ده ايه مميزاته او بيفيدني بايه؟ يفيدني ان انا اعمل ري ارانج، يعني حتى هو اسمه
سلايد سورتر، كلمة سورتر يعني ترتيب، يعني مرتب الشرائح، فبيفيدني ري ارانج إعادة ترتيب الشرائح. طب إزاي أعمل إعادة ترتيب للشرائح؟ مثلا أنا أغلط في ترتيب الشرائح، عايز الشريحة رقم 3 تكون قبل الشريحة رقم 2، فبضغط على الشريحة رقم 3 أعلم عليها كده، نلاحظ المربع الأصفر كده حول الشريحة، وبعد كده أعمل هولد على الشريحة عن طريق ليفت كليك أو كليك شمال، بضغط بكليك شمال ومرفعش إيدي من على الكليك، يعني أعمل عملية دراج أو سحب وأسحب الشريحة، لو تلاحظ شكل السهم في مربع أسفل السهم، وأروح ما بين الفراغ، لو ألاحظ إنه في زي فراغ ما بين الشريحة 1 و2، وفي زي يعني فاصل كده ظهر ما بينهم كده، أهو شايفين الفاصل. الفصل ده اسيب، لو انا عملت رفعت ايدي من على الكليك شمال، يعني عملت دروب، انا كده الاول انا حاليا بعمل حاجه اسمها دراج، كده انا ساحب الشريحه ماسكها في ايدي، لو انا شلت ايدي هعمل حاجه اسمها دروب. طب انا عايز الدروب بتاعي يكون فين؟ عايز الدروب بتاعي مثلا ما بين الشريحه الاولى والثانيه، هرفع ايدي من على الكليك شمال او الليفت كليك اسيبها، هلاحظ انه الشريحه اللي كانت 3 بقت 2، واللي كانت 2 راحت على 3. ودي وظيفه ايه اللي هو سلايد سورتر، انه بيعمل لي ري ارانج اعاده ترتيب للشرائح. في الوضع الثالث اللي هو الريدنج فيو، لو ضغطنا عليه هتظهر لي الشاشه بالشكل الواضح امامنا. طب ايه فايده الوضع ده؟ فايده الوضع ده حتى هو اسمه الريدنج فيو، عرض القراءه، ده بيفيدني لو كانت مثلا الشرائح بتاعتي فيها كلام كتير، وما ينفعش ان انا اظهرها بشكل صغير، لازم يعني اظهرها كده على الشاشه بشكل كامل علشان القراءه بتاعتي تكون اسهل، فهو ده بيسهل لي عمليه القراءه، الخط يكون كبير وتملي الشاشه كلها. طب انا عايز ارجع من الوضع ده، يا اما اضغط على السهم ده، عفوا اضغط على زر سكيب هيطلعني من الريدنج فيو، لو انا ضغطت على زر سكيب هيطلعني من على قائمه الفيو، فهنروح على الوضع الريدنج تاني، لو انا عايز يعني اروح للشريحه التانية او الاولى عن طريق البريفيوس والنكست هكذا. طب انا عايز اغير الوضع ده مباشره من الايقونه في الشكل الاتي، لو انا عايز اروح مثلا على الوضع النورمال اضغط كده على الوضع النورمال كده هيظهر لي وضع النورمال. طيب العرض الرابع اللي هو السلايد شو، لو ضغطنا عليه هلاحظ انه الشاشه تعبت بالكامل او اتملت بالكامل. فالعرض سلايد شو مميزاته ان هو بيعمل لي يعني فيل اوت للشاشه، يعني بيعمل لي تكبير للشريحه بكامل الشاشه بتاعتي. طيب انا استفاد ايه؟ استفاد ان انا لو في عندي حركات، يعني لو انا دوست بالماوس كده هلاحظ انه ايه الشرائح بتتحرك بتاعتي، وفي عندي برضو هنا بوكس للتحكم ان انا اروح للشريحه اللي بعدها واللي قبلها. فده السلايد شو بيتحكم لي في طريقه العرض، وده طبعا هنستخدمه كتير، لان لما بخلص الشريحه بتاعتي وبعمل لها مؤثرات وحركات ان ايه انه الكلام مثلا ينزل لوحده او الشريحه تغير لوحدها اوتوماتيك، فالحركات والمؤثرات دي او الافكتس دي ما بتظهرش غير في وضع السلايد شو، هي ممكن تظهر كتجربه في الاوضاع الاخرى، لكن الافضل لها انها تظهر باستمرار في وضع السلايد شو. طب علشان اوقف وضع السلايد شو او اشيله او الغيه اعمل ايه؟ اضغط من لوحه المفاتيح الكيبورد على زر اسكيب علشان ارجع للوضع الطبيعي اللي هو النورمال فيو، ده كله من الشريط الاسفل تحت خالص جنب الزوم تون. طيب احنا لو رحنا على التاب فيو هنبص هنا على البرزنتيشن فيو، هلاقي نفس الايكونز اللي تحت في الشريط المختصر، الادوات المختصره او الشورت كاتس بتاعت اللي تحت في شريط الستاتس بار هلاقيها هم في التاب فيو في الجروب برزنتيشن فيوز اللي هم عرض او رؤيه العرض. طب انا عايز اشوف العرض بتاعي هلاقي نورمال ولا سلايد سورت ولا بيج نوتس ولا ريدنج فيو. طيب هم يعني العروض نفسهم هم اللي تحت، بس تحت بالإضافة للسلايد شو، وهنا في البيج النوت بيج انه يظهر لي في نوتس تحت على كل شريحة، مثلا لو انا عايز اكتب هنا الشريحة دي تخص مثلا فلان او الشريحة دي تخص مادة كذا وهكذا. هنرجع على النورمال فيو،
النقطة السادسة using help. لو أنا محتاج إن أنا مساعدة يعني في حاجة مثلا أنا مش عارف، يعني مثلا كلمة الزوم أنا مش عارف الزوم دي بتاعت إيه، مش عارف وظيفتها إيه، بتعمل إيه، أو كلمة غريبة عليا، فأنا مش عايز مساعدة تعرفني يعني إيه زوم. أو مثلا في مش عارف مثلا إيه الفرق بين أوفيس 2007 وأوفيس 2010، إيه الجديد يعني مايكروسوفت عملت لنا إيه جديد في 2010. فأنا مايكروسوفت عاملة لي خاصية الهلب إن أنا تساعدني ببعض المعلومات تفيدني في أي مشكلة واجهتني في البرنامج أو أي حاجة أنا مش عارفها أو مش عارف هي بتعمل إيه عن طريق الهلب. طب إزاي أوصل للهلب دي؟ فين الهلب دي؟ الهلب دي ممكن أوصل لها بأكتر من طريقة. الطريقة الأولى من عند البوتون اللي هو زي الكويستشن مارك، علامة الاستفهام، لو وقفت عليها كده بالماوس بلاقي مايكروسوفت باوربوينت هيلب، علشان احصل على مساعده من مايكروسوفت. ودي طبعا لا تحتاج الى الاتصال بالانترنت، وممكن لو انت عايز تبحث عن هيلب تستخدم الانترنت ممكن برضو من نفس ايه، ممكن من نفس الزر او من نفس البوتون. بضغط عليها بالماوس بيفتح لي بوكس اسمه الباوربوينت هيلب، في بعض المقالات لو انا عايز يعني حاجات معينه مثلا ازاي ايه هو الجديد في اوفيس 2010، ازاي اسطب البرنامج، ازاي احصل على مساعده، ازاي انشط البرنامج يعني اعمل له تفعيل، ازاي اعمل اداره للملفات بتاعتي، وغير ازاي اتعامل مع النصوص والقواعد والقراءه والجداول والرسوم البيانيه والصور والمواضيع والسمارت ارت الصور قصصات الصور والاشكال. من بيشرح لي برنامج الباوربوينت من الالف الى الياء، لكن في شكل كلام او في شكل ايه مبسط. كده انا وصلت لخاصية الباوربوينت عن طريق ان انا ضغطت بالماوس على الاوفيس على الاوفيس مايكروسوفت على مايكروسوفت اوفيس هيلب بوتون في الباوربوينت. طيب في طريقة تانية ان انا اوصل بيها للهيلب غير الكوستشن مارك؟ في طريقة تانية غير الكوستشن مارك، ان انا اضغط على اف او زرار اف واحد، مفتاح الاف واحد من الكيبورد، ضغطت عليه بيظهر لي نفس المحتوى او نفس الشاشة بتاعت الهيلب. طب في هل في طريقة تالتة؟ في طريقة تالتة. طب ازاي؟ ان انا اضغط على الفايل تاب وادوس على كلمة هيلب وبدوس على كلمة مايكروسوفت اوفيس هيلب، برضو بيظهر لي نفس الشاشة بتاعت الهيلب او النافذة بتاعت الهيلب. فانا كده عندي 3 طرق ان انا اوصل للهيلب، يا اما عن طريق الكويستشن مارك او الهيلب بوتون، او عن طريق اف 1 كي او مفتاح الاف 1 من لوحة المفاتيح او الكيبورد، او عن طريق الفايل تاب. الثلاثة بيوصلوا لنفس الطريق، في الاخر انا محتاج ان انا اوصل للهيلب. ودي كانت النقطة السادسة، ازاي اوصل للهيلب او اليوزنج هيلب. النقطة السابعة، ازاي اوصل لمساعدة معينة او searching for help. احنا اتعلمنا في النقطة اللي فاتت ان احنا ازاي نوصل للهلب نفسها باكتر من طريقة، يا اما الاف 1 يا اما الكويستشن مارك يا اما من الفايل تاب. طيب انا وصلت لها مثلا عن طريق الكويستشن مارك وظهرت اهي، تمام. طب انا عايز ابحث بقى زي ما احنا قلنا عن كلمة الزوم بتعمل لي ايه او ايه فايدتها، عن طريق لو شايفين المؤشر اللي بيظهر بيختفي بأكتب كلمة زوم على سبيل المثال، ضغطت كلمة زوم وادوس على كلمة سيرش ما جابليش نتيجة. طيب بلاش كلمة زوم، مثلا عايز اعرف اختصارات لوحة المفاتيح، كيبورد شورت كات، كيبورد شورت كات، وعملت سيرش جابلي نتيجة. طيب جاب لي اكتر من لينك يعني اكتر من مساعده في حاجات كتير، مثلا كيبورد شورت كات فور يوزنج يوز وايل كريتنج بريزنتيشن ان باوربوينت 2010، ولا اختار اي واحده مثلا ايه انا مثلا عايز دي، ضغطت عليها بيظهر لي بقى ايه معلومات، مثلا بيقول لي الكنترول بي بتعمل كذا ودي بتعمل كذا، اهو صندوق فيه اكتر من حاجه. عشان اوصل للهيلب بدوس اف 1،
عشان اقفل الهيلب ويندوز الت اف 4 عشان اعمل، وهكذا اختصارات كتير. كل دي اختصارات او شورت كاتس للبرنامج ازاي اتعامل معاها. برضو دي برضو اختصارات موف بتوين سلايدز، كل ما افتح هلاقي اختصارات اكتر. كل دي اختصارات تفيد ان انا ازاي اتعامل مع البرنامج او ازاي اتعامل او ازاي اوصل لحاجة معينة في البرنامج. فانا كده وصلت ان انا ازاي اوصل ل او ابحث عن حاجة معينة في الهلب. طب لو انا عايز اطبع المقالة دي مثلا، المقالة دي مفيدة جدا وعجبتني، ازاي اطبعها؟ عن طريق الضغط على علامة الطابعة برنت، تظهر لي نافذة بتاعت البرنت واطبع ايه عن طريق كلمة برنت، اطبع ايه المحتوى اللي ظاهر على الشاشة. النقطة الثامنة، using help table of contents، ازاي استخدم محتويات او جدول المحتويات بتاع الهلب. احنا عرفنا في اللي فات ازاي نوصل للهلب نفسها عن بثلاث طرق وذكرناهم، وعرفنا ازاي نبحث عن معلومة في الهلب وازاي نطبع المعلومات اللي ظهرت لنا. دلوقتي احنا عايزين مثلا نعتبر انه الهلب ده كتاب، نعتبر انه الهلب كتاب. احنا هو فتحنا الهلب، الهلب ده كتاب. طيب انا عايز اقرا الكتاب ده من اوله، او عايز الفهرس بتاع الكتاب اوصله ازاي؟ عن طريق ان انا اضغط على علامة الكتاب دي، بيفتح لي هنا حاجة اسمها التابل اوف كونتنتس، محتويات الجدول. المحتويات الجدول فيها كل حاجة تخص الهلب في البرنامج، بداية من ايه هو الجديد في البرنامج، وازاي اسطب البرنامج، طريقة تسطيب البرنامج، وازاي انشط او افعل البرنامج، يعني اخليه كاني مشتري بفلوس، او ان انا يعني اشتريته فعلا بفلوس، ازاي احصل على المساعدة. وكل ما بضغط على كتاب او على موضوع، يعني الانستولين ده موضوع، بيظهر لي بعد كده في ايه نقاط معينة، كل نقطة لها شرح وهكذا، فدي كلها نقاط معينة. فمثلا انا عايز ان انا ازاي مثلا اوصل الجيتنج هيلب، ازاي احصل على المساعدة، ضغطت عليها ظهرت لي اكتر من نقطة. مثلا انا هختار النقطة الاولى دي، ازاي اضيف او احذف بعض العلامات في ملف الاوفيس. فوانا بيقول لي ازاي يعني الكلام ده، وبيجيب لي برضه معلومات في الاكسل وفي مش عارف ايه والكلام ده كله. مثلا ازاي ازاي مثلا ايه اعرف الجديد في اوفيس 2012، هضغط عليها كده اهو بيجيب لي في الجديد كله، مثلا في المانجر فايلز، وفي الباك ستيج فيو، في ازاي انه بيحفظ لي مثلا البرزنتيشن بتاعتي اوتوماتيك، انه بيرتب لي الشرائح، انه بيعمل لي خلط ومقارنة ما بين الشرائح، انه يعني اكتر من نقطة جديدة، كل نقطة لها شرح. لو ضغطت مثلا على ازاي يعمل لي اوتوماتيك، او ايه خاصية الاوتوماتيك سيف برزنتيشن، بيظهر لي صور ويقول لي بس انا عايز احفظ لك كل كام دي، والكلام ده هنشوفه ان شاء الله بالتفصيل. وهكذا في معلومات اهو بالصور، معلومات كاملة. ما انا عرفت ان انا جدول المحتويات اوصل له عن طريق ايه، عن طريق الكتاب المفتوح. كده اختفى جدول المحتويات. لو ضغطت على زر الهوم بيجيب لي الصفحة الرئيسية بتاعة الهلب. طيب الكلام ده صغير او الكلام ده كبير، انا عايز اصغر او اكبر الكلام عن طريق حرف الاي كده، الكلام على اكبر حاجة. لو ضغطت على كلمة سمولست الكلام بيصغر، مثلا كلمة سمولر يعني اكبر شوية، ميديم يعني متوسط، لارجر اكبر شوية، لارجست اكبر حاجة في الخطوط بتاعتي. ممكن طبعا انا اكبر من هنا، اكبر الشاشة وهكذا. احنا كده عرفنا، كده خلصنا احنا وظيفة او الفانكشن هيلب، اللي غالبا ما بيكون عليها سؤال في الامتحان بتاع الباوربوينت، ان انا ازاي اوصل للهيلب، وازاي ابحث، وازاي اطبع اللي انا وصلت له في البحث، وازاي افتح التابل اوف كونتنتس. دي عليها سؤال في الامتحانات في الثلاث نقاط دول، ممكن تيجي اي نقطة منهم. النقطة التاسعة، سيفينج برزنتيشن،
ازاي احفظ العرض بتاعي، وايه هي طرق الحفظ، وايه الفرق بين كلمة سيف وسيف از، وامتى استخدم السيف وامتى استخدم السيف از. اولا نبدأ السيف، ازاي اعمل حفظ للعرض. انا على سبيل المثال قدامي الشريحة رقم واحد دي اللي مكتوب فيها السمري، انا مثلا غيرت حجم الخط، خليته اصغر من ده شوية كده اهو، انا كده عملت تغيير صح ولا مش صح؟ عملت تغيير على الشريحة، عايز احفظ التغيير ده. طيب احفظه ازاي؟ ان انا فيه هسألك الاول، اسأل نفسي سؤال، هل الملف ده موجود بالفعل؟ يعني الملف اللي هو اللي اسمه كلوزس وير، اللي هو ملف الباوربوينت او العرض بتاع الباوربوينت، هل يعني موجود على الهارد ديسك بتاعي ولا لا اول مرة اعمله؟ لو كان موجود بالفعل هستخدم الرمز ده اللي هو سيف، او اضغط على كنترول اس. لو انا ضغطت كده الاحظ انه ايه كده اتحفظ، بس ما ظهر ليش اي تأثير على الشاشة او اي حوار او اي اسئلة على الشاشة، كده اتحفظ التغيير اللي انا عملته. طيب تمام. طيب انا عايز يعني اعمل حاجة مش موجودة، يعني انا عايز اعمل شريحة او عايز اعمل عرض مش موجود واحفظه، اعمل ايه؟ هنقفل العرض اللي قدامنا ده الاول كده، انا قدامي برنامج الباوربوينت مفتوح بس بدون ما افتح اي عرض. فدلوقتي انا عايز افتح عرض، اقول open واقول new، كلمة new، واقول له blank presentation واقول له create، كده هو عمل لي شريحة جديدة. كتبت مثلا فيها هنا اي حاجة، يعني كده انا كتبت عملت شريحة جديدة كتبت فيها المغامر وباوربوينت عايز احفظها. لو انا رحت ضغطت هسأل نفسي سؤال، هل الملف ده موجود ولا مش موجود؟ لا الملف ده لسه انا عامله جديد لسه ما حفظتهوش. فلو انا ضغطت على كلمة السيف، احنا قلنا وظيفة السيف دي ما بتظهرليش اي حاجة، يعني لو ضغطت عليها المفروض ايه ما يظهرش اي حاجة، لكن ان الملف ده موجود مش موجود، فلو ضغطت على كلمة السيف هيظهر لي السيف از. الله، ده انا ضغطت على كلمة سيف، ازاي ظهر لي سيف از؟ هقول لك ظهرت لك السيف از لان هو بيطلبك الاول انك تحفظ الملف قبل ما تعمل عليه حفظ او اي تعديل. فدلوقتي عشان احفظ الملف ضغطت على السيف ظهرت لي السيف از. طب ماشي، طب انا عايز ادوس على السيف از، طبعا احنا ممكن نضغط على كلمة كنترول اس، لو ضغطنا اهو كنترول اس من لوحة المفاتيح نفس النافذة، لو ضغطت على السيف هتظهر لي نفس النافذة، لو ضغطت على كلمة فايل واخترت سيف هتظهر لي نفس النافذة، او ضغطت على سيف از كلهم بيوصلوا نفس النتيجة. فالاول هحفظ الشريحة او البرزنتيشن بتاعتي، هدوس له ايه كلمة سيف، كده البرزنتيشن بتاعتي اتحفظت. طيب لو انا عايز اشيل كلمة المغامر واكتب هنا ايه رخصة الحاسب الآلي الإصدار الخامس، كده أنا عملت تغيير فعايز أحفظ. طب أحفظ إزاي؟ يا إما أدوس كنترول إس أو علامة السيف أو علامة السيف. طب أنت حاسب، ما الملف ده إحنا دوسنا السيف إز، لا انا هنا كده عملت تغيير والملف كده اتحفظ بالفعل. فبالتالي لو انا عملت سيف از بيقول لي يعني ان انا عايز احفظ ملف تاني، يعني انا كنت حافظه باسم المغامر، انا كده هحفظه لو دوست على كلمه سيف هيقول لي الملف موجود بالفعل، وده غلط. يا اما لو انا عملت كلمه سيف از يبقى يا اما اغير اسم الملف علشان اعمله نسخه تانية، يعني هحفظ الملف ده كنسخه تانية او كنسخه احتياطيه. لكن انا بضغط على كلمه السيف دي او الكنترول اس او الفايل بعد كده كلمة سيف، لكن لو انا اخترت كلمة سيف از معناها ان انا هحفظ نسخة جديدة، يعني ممكن اغير كلمة المغامر واخليها مثلا ايه اي سي دي ال، كده انا حفظت نسخة، يعني المغامر دي نسخة والاي سي دي ال دي نسخة غيرها او ملف تاني غيره خالص. دي طرق الحفظ بتاعتي في الباوربوينت او في اي برنامج خاص بمايكروسوفت اوفيس. النقطة التاسعة والعاشرة، النقطة التاسعة closing presentation، ازاي اكفل او اعمل عملية اغلاق للبرزنتيشن بدون ما اغلق برنامج الباوربوينت. اضغط على فايل تاب واضغط close،
كده انا عملت اغلاق للبرزنتيشن او كلوز للبرزنتيشن بدون ما اغلق برنامج الباوربوينت. برنامج الباوربوينت ما زال مفتوح. طب ازاي النقطة العاشرة اللي هي كلوزنج باوربوينت، ازاي اقفل برنامج او اغلق برنامج الباوربوينت؟ عن طريق واحدة من اتنين، يا اما الكنترول بوكس علامة الاكس دي اضغط عليها البرنامج هيتقفل، او ان انا اضغط فايل واختار كلمة اكزيت، كده البرنامج تم اغلاقه. النقطة 11 والنقطة 12. النقطة 11 opening multiple presentation، والنقطة 12 switching between opening multiple presentation. أول نقطة 11، النقطة 11 إزاي أفتح أكتر من presentation في نفس الوقت؟ هنفتح عن طريق الفايل، أو هنفتح أكتر من طريق فايل، يا إما مثلا أختار من الريسنت يعني الملفات اللي لسه مفتوحة حالا close where، كده أنا فتحت شريحة، أو أختار control O control O وأختار مثلا من ال documents ICDL، كده أنا فتحت اتنين، أو file open مثلا new shops، كده انا فتحت ثلاث ملفات باوربوينت. كده النقطة 11 خلصت، ان انا ازاي افتح اكتر من شريحة في نفس الوقت. طيب ازاي ابدل اعمل سويتشنج اللي هي النقطة 12، ازاي اعمل سويتشنج او تبديل ما بين الشرائح؟ يعني انا عايز اروح للشريحة الاولى اللي هي مثلا المغامر او الاي سي ديل او النيو شوبس وهكذا، يا اما عن ان انا انزل بالطريقة الاولى بالماوس على ملف الباوربوينت هكذا، هلاحظ ثلاث ملفات مفتوحين بالشكل اللي قدامي على الشاشة. لو انا وقفت بالماوس كده هيظهر لي ICDL، لو انا وقفت بالماوس على دي هيظهر لي الكلوز سوير، لو انا كده على النيو شوبس هيظهر لي النيو شوبس. وغالبا الخاصية دي مدعومة بخاصية الايرو، يعني لازم كرت الشاشة بتاعي يكون متسطب يعني او متحدث علشان ايه الخاصية دي تظهر عندي. يعني كرت الشاشة لازم يكون ايه متعرف على الجهاز عشان الخاصية تظهر عندي. دي الطريقة الأولى. طيب الطريقة الثانية اللي هي ايه؟ طبعا انا هنا بضغط هنا في الباوربوينت، الطريقة الأولى لازم اضغط كده عشان تثبت، لكن لو انا عايز اخد لمحة بسيطة كده او في الوسط اخدت لمحة اسيبها ترجع لي على الاصلية. طيب الطريقة الثانية ان انا اضغط على مفتاح الت وتاب، هيظهر لي الشكل اللي على الشاشة ده كده اهو، دي الشريحة الأولى، دي الشريحة الثانية، دي الشريحة الثالثة. لو انا سبت الت تاب كده هيثبت على الشريحة الثالثة. دي الطريقة الثانية من ان انا افتح ازاي اعمل تبديل ما بين البرزنتيشن. طيب الطريقة الثالثة ان انا اروح على التاب فيو واروح على الجروب ويندو واختار سويتش ويندو، في عندي ثلاثة مفتوحين والشريحة التانية هي اللي هي اللي اكتف، يعني هي اللي شغالة حاليا. طيب انا عايز مثلا النيو شوبس، اخترت كده النيو شوبس، لا انا عايز مثلا اي سي دي ال، كده انا خدت الاي سي دي ال، انا كده عملت سويتشنج بتوين اوبننج مالتيبل سلايدز، يعني عملت تبديل ما بين اكتر من شريحة مفتوحة على برنامج الباوربوينت. وبكده الجزئية الأولى اللي هي يوزنج باوربوينت، يعني ازاي استخدم او اتعامل مع برنامج الباوربوينت، كده الجزئية الأولى انتهت، وان شاء الله هنكمل الجزئية الثانية. الجزئية الثانية وهي عبارة عن ستة نقاط. النقطة الأولى creating a new presentation، ازاي اعمل انشاء او انشاء او طريقة انشاء برزنتيشن او عرض جديد. اولا نفتح البرنامج الباوربوينت، نضغط على ستارت ونروح على مايكروسوفت اوفيس باوربوينت 2010. هيفتح اوتوماتيك بالشكل الواضح على الشاشة. السلايد دي او الشريحة دي اسمها title slide. لو احنا ضغطنا هنا على كلمة new slide هنلاحظ انها مقسومة الى جزئين، جزء علوي وجزء سفلي.
لو ضغطنا على النيو سلايد الجزء السفلي هنلاقي عناوين او اسماء الشرائح السلايدز بتاعتي، في حاجه اسمها تايتل سلايدز والتايتل اند كونتنت وسكشن هيدر والتايتل اولي والكومباريزون والتو كونتنت وهكذا. فالسلايد اللي احنا فيها دي اسمها ايه؟ اسمها تايتل سلايد، يعني لو جاني السؤال في الامتحان والانسرت نيو تايتل سلايد، يعني ادخل شريحة عنوان جديد، فهتكون ايه بالمنظر ده. فانا ازاي اعمل باقي الشريحة؟ اولا احنا مثلا هنكتب هنا ايه العنوان، على سبيل المثال رخصة الحاسب الآلي الإصدار الخامس مثلا. العنوان الفرعي بتاعي هكتب ايه؟ ويندوز 7 اوفيس 2010. يعني ازاي كتبت العنوان ده؟ لما انا كتبت العنوان ده الاحظ انه كان في صندوق مربع كده، فانا بضغط داخل الصندوق ده وداخل البوكس ده علشان اكتب اللي انا عايزه، وهكذا في السب تايتل. فانا كده عملت تايتل والسب تايتل. ولازم نلاحظ حاجه مهمه جدا، انه التايتل لازم يكون ذا معنى، او يعني يدل على محتوى البرزنتيشن او محتوى العرض المستخدم. ازاي؟ يعني انا مثلا بشرح في رخصة الحاسب الآلي، فما ينفعش مثلا اكتب هنا ايه عنوان مش يعني بدون معنى. مثلا ممكن اكتب ايه ICDL، فكلمة ICDL يعني مش هتديني عنوان كامل او زمان. هل ICDL اصدار كام؟ اوفيس كام؟ على ويندوز ايه؟ هتشرح انهي مديول؟ فلازم تكون ايه ذا معنى عشان تسهل لي لما اروح في الاوتلاين فيو اللي هو ده الاوتلاين فيو. هلاحظ، شوف لاحظت ازاي انه ده العنوان كاتبه له اهو بخط عريض شويه، وتحته العنوان الفرعي، فده بيسهل لي ان انا اوصل للعناوين بتاعتي والعناوين الفرعيه عن طريق الاوتلاين فيو. عن طريق الاوتلاين فيو، فلما بكتب كل عنوان ذو معنى اعرف لما اكون مثلا عندي 50 شريحه او 60 شريحه، فبالتالي اعرف ان انا اوصل بسهوله او اقرا الشرائح دي بسهوله جدا. وبكده تكون انتهت الفقرة أو النقطة الأولى. النقطة الثانية inserting a new slide، إزاي أدخل شريحة جديدة في الباور أو البرزنتيشن بتاعتي. نلاحظ هنا ناحية اليمين، طبعا هنا بتختلف ناحية اليمين أو ناحية الشمال على حسب توجيه الصفحة بتاعتك، عن طريق إن أنا أروح على كلمة view وهلاقي كلمة direction view direction. لو انا دوست عليها كده left to right هلاحظ انه ايه انه الصمت بتاعي او المصغرات بتاعتي هتروح ناحية الشمال. خلينا ناحية الشمال علشان يكون انجلش يعني. فانا عايز اعمل inserting لنيو سلايد، يعني ادخل شريحة جديدة. في عندي انواع كتيرة من الشرايح زي ما احنا قلنا في الفقرة اللي فاتت، انه عندي من كلمة سلايد لجروب بتاع سلايد من التاب هوم، في عندي كلمة أو البوتون أو الأيكون بتاعت النيو سلايد تنقسم جزئين. لو أنا ضغطت على الجزء اللي فوق هيظهر لي الشريحة التانية أوتوماتيك، تحتوي على التايتل والكونتنت المحتويات، لكن أنا مش عايز الشريحة دي. أنا مثلا عايز شريحة شكل تاني أو حاجة تانية، مثلا عايز تايتل أونلي أو تو كونتنت أو فاضية أو فيها حاجات معينة أنا محتاجها فيها صور أو كده، أو أنا هعمل مقارنة. فعلى سبيل المثال احنا هناخد التايتل اند كونتنت العنوان والمحتويات، فهضغط عليها كده نلاحظ انه نزل التصغير بتاعها في سلايدز النافيجيتنج بان. كليك تو اد تايتل، هضغط هنا في المربع ده علشان ايه اضيف عنوان. هنخلي انجلش مثلا، هنكتب اي سي دي ال فيرجن 5 ويندوز 7 مايكروسوفت اوفيس 2010. وعشان اطلع من البوكس ده هلوس في اي حته فاضيه في السلايد كده، انا ايه خرجت من البوكس. طيب الكونتنت المحتويات بتاعتي، انا عايز اضيف مثلا ايه المواد او المديولات بتاعت ايه بتاعت الاي سي دي ال. هضغط عند كلمه كليك تو اد تكست، هضغط كده ضغطه بسيطه
طبعا الكلام طبعا هيكون ايه، هيكون مكتوب من ناحية اليمين، علشان اوديه ناحية الشمال بأضغط كنترول شيفت. الاحظ ان هنا الكلام راح ناحيتين، راح ناحية الشمال. هكتب مثلا هنا اي سي تي اللي هو المديول الاي تي، يعني كان زمان اسمه اي تي في الاصدار السابق اللي هو بتاع ويندوز فيستا اوفيس 2007 كان اسمه اي تي، دلوقتي عدله خلوه اي سي تي اختصار لكلمه انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هضغط انتر، هلاحظ انه علامه البوليت او النقطه السوداء بتنزل اوتوماتيك معايا. هكتب مثلا وورد وهضغط انتر باور بوينت وانتر، اكسل وانتر، اكسس وانتر وانترنت وانتر واخر حاجه ويندوز. دول المديولات بتوعي بتوع الاي سي دي ال. فانا لاحظ حاجه انه كل ما انزل في التكست بتاعي بنزل بالانتر بتظهر لي علامه البوليت اوتوماتيك لوحدها. طيب كده انا عملت انشاء لشريحه جديده، طبعا المفروض ان اعمل اكتر من شريحه، يعني هعمل شريحه تانية وثالثه ورابعه وخمسه، مثلا هنناقش مثلا الاي سي تي في شريحه، الوورد في شريحه، البار وهكذا. فببدا ان انا ايه ازود الشرايح بتاعتي والم الموضوع بتاعي ايه بالكامل. كده انا عملت انشاء لشريحه بتاعت التايتل والكونتنت اوتوماتيك. ودي كانت نهايه الفقره الثانيه. النقطه الثالثه recommending techniques when creating slide content، بعض التقنيات المفضله او المستحسنه عند انشاء محتوى للشريحه. يعني لما انا اعمل سلايد وهكتب فيها كلام زي ما احنا كتبنا في ICDL version 5 والكلام ده، في بعض الملاحظات كده علشان الشريحة بتاعتي تكون يعني ايه مميزة. ايه هي؟ اولا ان انا استعمل short paragraph as possible. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اخلي الكلام بتاعي او النص بتاعي على قدر الامكان ما يكونش طويل، يعني اخليه قصير، يعني مش طويل على قدر الامكان، قصير يعني. وده بتفيدني لانه البرنامج الباوربوينت ده برنامج للعروض وليس للنصوص. يعني انا مش هكتب في قصه حياتي، لا، لو انا عايز اكتب كلام كتير اكتب في الوورد، ما استعملش ايه، ما استعملش برنامج الباوربوينت، لان برنامج الباوربوينت لمعالجه ايه العروض وليس لمعالجه النصوص. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انا استعمل البوليت او النمبر، البوليت اللي هي النقطه السوداء دي، او ارقام. يعني انا لما اكتب حاجه زي كده ارقمها 1 2 3 او الف ب، او استعمل النقطه السوداء دي او علامه صح او سهم او ايا كان الرمز، على اساس ان انا ايه يبقى الشكل بتاعي منسق ومنظم. using meaningful title ان انا استخدم عنوان ذو معنى للمحتوى، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان انا استخدم العنوان ده اللي هو مثلا العنوان بتاعي recommending techniques when creating slide contents، بعض الحاجات المفضله ان انا استخدمها لما انشئ ايه محتوى للشريحه. فده العنوان بتاعي، لازم العنوان ده يدل على محتوى الشريحه. يعني مثلا الشريحه بتاعتي بتكلم فيها عن كمبيوتر او عن كورس اي سي دي ال او ايا كان، ما اجيبش بقى عنوان يختلف عن المحتوى، لازم العنوان يكون ايه مشابه للمحتوى. ودي كانت الفقره الثالثه من الجزئيه الثانيه. النقطه الرابعه خاصية الأندو والريدو. الأندو معناها إن أنا أسترجع حاجة كتبتها وأنا مش عايزها، يعني أعمل إيه يعني زي كده. مثلا أنا كاتب هنا أي سي تي، أنا مش عايز كلمة أي سي تي دي، أنا كتبتها وعايز أرجع بس إيه، يعني عايز أرجع في كلامي. أنا مثلا عملت خطأ ما أو بوظت حاجة وعايز أرجع للحتة اللي قبلها، فبضغط على كنترول زد زي كده. أو ممكن لو انا بقى عايز ارجعها تاني، يعني انا مسحتها او شلتها وعايز ارجعها زي ما كانت، بضغط كنترول واي، ده اللي هو ايه الشورت كات بتاعها في الكيبورد. لكن لو انا عايز من البرنامج نفسه هلاقي عندي فيه رمزين هنا اهو، فوق خالص اهو، فوق كلمة الفايل تاب دي، لو ضغطت على
على الاندو هترجع زي ما ترجع تشيل كلمة الاس تي، لو ضغطت على الريدو ترجع كلمة الاس تي. لو انت مش عندك موجود كلمة الاندو والريدو ممكن نظهرهم من هنا خلال السهم الصغير ده، ان انا هعمل تعديل لكويك اكسس تول بار شريط الوصول السريع. لو شلت علامة الصح كده لاحظوا منهم ايه، اختفوا. لو انا دخلت علامة الصح او علمت عليهم هيرجعوا تاني زي ما كان. كده انتهت الفقرة الرابعة. النقطة الخامسة والستة، الخامسة اللي هي saving presentation والستة اللي هي saving presentation with different name. الأول في النقطة الخامسة، إزاي أحفظ البرزنتيشن بتاعتي؟ أنا عملت أهو برزنتيشن العرض بتاعي اللي أنا خلصته خالص أهو وعايز أحفظه، أحفظه إزاي؟ في عندي أكتر من طريقة للحفظ. ممكن عن طريق استخدام الشورت كات في وحدة المفاتيح، أنا أضغط كنترول إس هيظهر لي الديالوج بوكس زي ما واضح على الشاشة، وخد أول عنوان أساسي في الشريحة اللي هو رخصة الحاسب الآلي الإصدار الخامس، كتبها لوحده لأنه خدها من العنوان الأساسي في الشريحة الأولى. هحفظها مثلا في نفس المكان ده، قلت له سيف، كده هي اتحفظت، اتحفظت البرزنتيشن بتاعتي في المكان اللي انا هحدده، يعني ممكن اختار مكان غير ده. انا لو عايز مثلا زودت، فتحتها وزودت مثلا كلمة هنا، كتبت مثلا ايه انترنت مثلا، طب انا عايز احفظ كلمة انترنت اعمل ايه؟ ممكن اضغط كنترول اس وممكن اضغط علامة السيف دي اللي هي جنب الاندو، كده هي اتحفظت. وممكن ادوس فايل واختار كلمة سيف. طيب تمام، دي كانت النقطة الخامسة. النقطة السادسة، ان انا عايز احفظ البرزنتيشن دي باسم تاني يعني مختلف، او يعني علشان اعمل لها ايه نسخة احتياطية. ممكن انا مثلا انا وشغال على النسخة اللي انا شغال عليها دي، النسخة مثلا دي ممكن اعمل فيها اخطاء معينة او ايا كان اللي هيحصل فيها، فانا ممكن عايز اعمل باك اب يعني نسخة احتياطية للبرزنتيشن دي، فانا ادوس فايل وسيف از. ما ينفعش ادوس سيف، ليه ما ينفعش ادوس سيف؟ لان لو دوست سيف هيحفظ لي على البرزنتيشن اللي كانت محفوظة اساسا، فمش هيحصل اي تغيير. لكن علشان ان انا احفظ باسم مختلف بدوس على فايل واختار سيف از، هيظهر لي الديالوج بوكس اللي هو بتاع السيف از. هلاحظ انه مكتوب برضه رخصة الحاسب الالي اللي هو التايتل بتاع سلايد نمبر 1. انا عايز اغيرها مثلا، هكتبها ايه اي سي دي ال فيرجن 5، عفوا اي سي دي ال فيرجن 5 مثلا، وادوس كلمة سيف. كده انا حفظتها باسم مختلف. وبكده انتهت الجزئية الثانية، والى اللقاء في المحاضرة الثانية بإذن الله. كان معكم عبد العاطي حمدان.